ثاني جميل لمصلحة العميد النصراوي. كرة بتعود الآن. جشك سددها، جشك يا عيني يا حبيبي يا جشك، صاروخية صاروخية من أحمد عبد الله في زاوية مستحيلة، في زاوية صعبة، ثلاثية للعميد، ثلاثية للعميد اللي يجعل الكل ينبهر بما يقدم العميد النصراوي. هذا المشجع لا يصدق، هذا المشجع لا يصدق، أطرقها صاروخية أول أهدافه، لا هذا أجمل أهدافه، هذا أجمل أهدافه. العميد اللي يضرب بيد من حديد اليوم، يضرب بيد من حديد، لون السماء ولون البحر، واللي لا يرى إلا السماء لا يرى إلا القمة، لا يرى إلا الانتصار، لا بديل عن الفوز. أطرقها صاروخية ثلاثية للعميد النصراوي في معقل الزعيم، ثلاثية قاسية، ثلاثية قاسية في شوط المباراة الأول بثلاثة أهداف جميلة.